بكم من جديد. شكرا للزميل سوار ذهب. فريق انتر كلوب الانغولي تمكن من التقدم في مجريات الشوط الاول عن طريق مدافع اللاعب كلوندا في الدقيقه 36 من مجريات هذا اللقاء، وقد سجل ايضا فريق الهلال السوداني في الدقيقه الثانيه المضافه من مجريات هذا اللقاء عن طريق اللاعب نزار حامد، ولكن حكم المباراه الغى هذا الهدف بداعي التسلل. سنتحدث عن الاهداف التي جاءت في مجريات الشوط الاول. ابدا بالحديث مع كابتن ربيع، شاهدنا ربما الوضع الدفاعي سيء بالنسبة لفريق الهلال السوداني، واضح أن الكرات العرضية كانت هي مصدر الخطر، ولكن هذه المرة جاءت من كرة ثابتة، من كرة ركنية، بإمكان التمركز ومشاهدة الكرة وعملية الاستخلاص، ولكن شاهدنا صعوبة بالنسبة لفريق الهلال السوداني في استخلاص هذا الهدف الأول. أكيد في بداية الشوط الأول لاحظنا يعني مبادرة جيدة لفريق الهلال، كانت على إثر فرصة يمكن الدقة الثانية يعني انفراد بالنسبة للاعب سادومبا، لكن المباراة تقلبت بشكل غريب. نلاحظ يعني غياب الأطراف على مستوى العمق، يعني الفريق انتر كلوب كان ممكن يخرج بالشوط الأول أكثر من هدف. نلاحظ فرنانديز الذي يعني طيلة الشوط الأول كان هذا الهدف يتسجل، مراقبة كانت سيئة للغاية. لاحظنا كيف يعني المهاجم فريق انتر كلوب الارتقاء لوحده، لم تكن هناك يعني إزعاج من طرف أي لاعب من طرف أي مدافع. أظن بأن مشكلة الهلال هي مشكلة دفاعية محضة، في وجود يمكن واحد مدافع أوسط اللي هو سيف عبد الله بويا صراحة ويوسف أحمد الذين يلعبون على الأطراف كانوا غائبين. لاحظنا كيف بيترو هنريكي على جهة اليمين وخصوصا فرنانديز على جهة اليسار الذي يعني جاء صال وجال في 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 يعني في في مكانه، وبالتالي كانت ممكن النتيجة تكون أكثر من 1-0. لاحظنا كيف اللاعب يعني الإنتر الكونغولي اخترق في العمق الدفاع في غياب تام لعمق الدفاع فريق الهلال. أظن بأن المشكل الحقيقي اليوم فريق الهلال فهو الدفاع. نعم كابتن، نعود للحديث عن الهدف الذي سجل في مجريات الشوط الأول. شاهدنا أيضا نوع من الأخطاء الدفاعية، عدم تمركز على القائم الأول وحتى القائم الثاني، يعني لو وجود مدافع أحد مدافعين أو لاعبين الهلال السوداني في القائم الثاني قد يقلل من خطورة الكرة بإخراجها، ولكن لم نشاهد أي لاعب متواجد على القائمين. وفي وجود لاعب زي سيف مساوي أصلا طويل القامة هو على البعيدة لابد كان يكون ساني على القريب، لانه ثاني ايضا طويل القامه المهاجم، عاده المهاجمين بيرجعوا بيستفاد منهم. احنا شفنا يمكن دروغبا في تشيلسي كان بيقوم بهذا المهام، فكان مفترض انه يكون في لاعب مع اللاعب كيلواندا اللاعب رقم 30 طويل القامه. واضح انه هذه الجمله واضحه من وقفه اللاعبين، انت تعرف ان لابد ان يكون هناك لاعب مع هذا اللاعب اللي هو اصلا مدافع اللي ذهب مش لي يعني للفسحه، ذهب لي هناك جمله اكيد هو بيشارك فيها، وبالتالي هذه معروفه يعني، فكان لابد ان يكون معه لاعب، واللاعب تاخر في حقيقه في ايضا. طيب ماذا عن الهدف؟ يعني الكره كانت ساقطه وليست قاطعه، يعني ممكن كانت استخلاصها حتى الحارس بامكانه بسهوله لانها ساقطه وليست قاطعه. طيب هذا الدور ما يكون دور الحارس المرمى ايضا دور في عمليه اخراج الكره بعيده، لانه هو بيوقف دائما الحارس خطوه من المرمى من زاويه بعيده وبعدين يتحرك، فتبقى المسافه بعيده في انه يعمل يحصلها، لكن كان المفروض انه يكون في لاعب امام اللاعب في حدد على الزاويه القريبه، يكون في لاعب امام اللاعب المهاجم واحد خلف اللاعب، او في لاعب بيكون لاعب الانتسيبيشن بالتوقع يوقف في هذه المنطقه اذا بتحرك لاعب يتحرك مع لاعب اخر. ففي التغطيه كان في خطا كبير جدا. نعم. خصوصا الكره لما اللاعب يعني مثلا اللاعب يذهب للقائم الاول دائما ما تكون صعبه على الحارس. صحيح. لان دائما الضربه الثابته وخصوصا الركنيه لما تكون يعني لما تكون يعني قذفها ما بين المدافع ما بين الحائط ما بين العارضه وما بين المدافعين، خصوصا لاحظنا بان اللاعب ذهب الى القائم الاول، فدائما ما تكون صعبه على اي حارس مرمى. المسافه بعيده، المسافه والزمن، يعني انت تحتاج الزمن. طيب ولكن الهلال السوداني عادي الى مجريات المباراه من خلال تسجيل هدف، ولكن حكم المباراه الغى هدف نزار حامد في الدقائق الاخيره. ظلم كبير، انا اعتقد انه الهدف هدف صحيح 100% لانه سادومبا اخذ الكره ومشى ناحيه حتى ما كان في اعاده وضع. لا ما عادوها طبعا، واضح ان هي هو الحكم طبعا يتعاون مع الفريق المضيف عاده، والفريق هذا معروف اذا خسر هذه المباراه وتعادل، اذا تعادل ايضا خارج المنافسه فلا بد ان الحكم يتعاون. الهلال عليه ان يركز على التهديف من خارج المنطقه او احراز اهداف واضحه جدا حتى يعني يستطيع يشوف هذا الهدف اللي سجل هو يعني بس انه الزاويه بين صعبه، لكن هي يعني انا في رايي انه هدف لانه تحرك اللاعب نزار من خلف اللاعبين، يمكن لو جابها لنا بزاويه ثانيه يمكن نشوفه، لكن بشكل عام الهلال هي هذه اللقطه الوحيده اللي توفرت في المباراه ولم تعاد اللقطه حتى في مجريات هذه. هذه الاجواء الافريقيه، الاجواء الافريقيه دائما ما تلعب ضد الملعب، ضد يعني الرحلات الطويله، ضد التحكيم، يعني المفروض حتى من خلال ان تكون اعاده
لانه يصعب على وفي فرصه افضل من دي يمكن تعبت في الدقيقه 25 كانجا عملها لساني كان ممكن يلعب بطريقه افضل ساني كان غايب طول جوال المباراه يعني هذه الفرصه يعني اللي كانت متاحه له ولم يتعامل معها بالصوره الجيده وشفنا فرصه سالومبا ايضا في الدقيقه 4 يعني في كان هيال شك بشكل عام اللي هي الافضل اللي هي كان مسيطر ويلعب بشكل لكن كان هناك في رأي شخصي استعجال لاحراز اهداف فبعدين شفنا اللمسه الاخيره انت تحدثت عنها الكره العكسيه يعني كاريكا عمل عمل كويس جدا لكن في النهايه اللمسه الاخيره تكون ضعيفه لانه ما في مسانده وبعدين في نفس الوقت الكروس لحتى اذا ما في مسانده تلعب انت في الحته اللي يسهل طيب السؤال المنطقي الذي يطرح لمدرب فريق الهلال السوداني غارزيتو يعني هل من المنطقي المعقول ان يذهب الى انغولا وبثلاثه مدافعين في هذه المباراه يعني كان المنطقيه ان يلعب باربعه مدافعين وبخمسه لاعبين وسط وبمهاجم على الاقل وحيد طبعا هذه الدقيقه اللي جات في الدقيقه 25 للاعب ساني هي دي الفرصه دي هذه هدف طبعا في بكل الحسابات اي لعيب في العالم هذه الكره احنا لعبنا مهاجمين انت لعبت مهاجم ممكن هذه تلعب على زاويه العكسيه معروفه ما تلعبها في الزاويه اللي انت فيها طيب عن منطقيه الدفاع بالنسبه لفريق الهلال السوداني اعتقد انه هو لعب على هو شاهد الفريق اللي يلعب بمهاجم واحد اللاعب اللي هو فيل السنغالي هذا الطويل القامه رقم 16 لكن المشكله الاساسيه انا بالنسبه لي دلوقتي اللي مزعج جدا انه الهلال خليفه يهاجم كانجا يهاجم نزار يهاجم عمر بس اللي ظل في وجود خمس لاعبين في وسط ملعب فريق انتر كلوب اللي بيهاجموا شفنا اللاعب اللي انت تكلمت عنه أليكس اللي كان من ناحية اليوم نتحول ناحية اليسرى لناحية يوسف محمد لانه نقطة ضعف واضحة جدا لعبوا على يوسف اكثر هم لانه احرقته واضح انه لم يشفى تماما من الاصابة والموفمنت ضعيف جدا فلعبوا على اكثر والكرات كلها كانت من ناحية اليسرى الناحية اليمنى بويا لانه ما في مساندة في مسافة بينه وما بين سيف مساوي قلب الدفاع لان ثلاثة مدافعين عندما يتحركون بالاوفرلاب لو هم يلعبوها صحيح كان ممكن يشكلوا خطورة لكن اخطأوا في كم مرة حاول يعملوا جملة تكتيكية من هذه الناحيه نعم. الى حد كبير لابد الهلال ان يكون في لاعبين على الاقل يتوقفوا ولا يتحرك الهجوم سواء كان عمر طبعا اصلا مظل زي عمر قايم بدوره على اكمل وجه لابد ان يكون يتكلم المدرب مع نزار او كانجا او خليفه لابد ان يظلوا هناك لكل الفريق يهاجم وانت تلعب خارج ارضك بثلاث مدافعين خطا كبير جدا جيد. تكشف دفاعك شفنا هجمات خطيره جدا من لاعب أليكس اعتقد الهلال يحتاج يمكن ربما تسال هذا السؤال انه يلعب على لاعب هرناني لانه عنده كارت ممكن ينقل اللاعب كاريكا لانه سريع جدا قد يتسبب في طرد اللاعب او الاستفاده من انه اللاعب لا يعمل تكل بشكل مطلوب فبالتالي ممكن يكون ثغره كبيره بالنسبه للفريق كابتن اذا كنا نتحدث عن رجل الشوط الاول بالنسبه للفريقين قد نقول ان أليكس لاعب رقم 10 في انتر كلوب هو اللاعب اللي ممكن نقول انه رجل الشوط الاول لانه اوجد كثير من المشاكل لفريق الهلال السوداني عندما كان يلعب بالجهه اليمنى شعر المدرب بدريتو يعني بمشاكل يعاني منها اللاعب يوسف محمد وعمليه ربما عدم جاهزيته لهذه المباراه فنقلوا الى الجهه اليسرى وزاد عمليه الضغط بالنسبه لفريق الهلال السوداني في قراءه جيده بالنسبه لفريق انتر كلوب لاوضاع الفريق الهلال اكيد قراءه جيده من المدرب وهذا يعني لاحظناه خلال ما شاهدناه على ارضيه الملعب لاحظنا كيف كانت صراحه الجهه اليسرى هي المكان الذي عملت خطوره كثيره ضد فريق الهلال في ظل محاولات بعض المحاولات من الجهه اليمنى من خلال بيدرو انريكي لكن يبقى التساؤل وهو المدرب التشكيل الذي لعب به وكانه يلعب على ارضه نعلم بان جيدا انتن كروف هي مباراه يعني حياه او موت سيضغط سيلعب من اجل الفوز كان من الاجدر يعني للمدرب ان يؤمن دفاعه وبالتالي يلعب على الاقل على الاقل بمهاجمين لاحظنا بانه لعب بثلاث مهاجمين وراهم اكانجا في معهم نزار حامد الذي هو يشارك في الهجوم وبالتالي يصعب عليه من الارتداد من ناحيه انه يدافع اظن بان صراحه ما بين الشوطين لازم هناك تصحيح من خلال تغيير من طريقه اللعب وتامين الدفاع على الاقل اربعه مدافعين ممكن يلعب مثلا بواحد وسط ارتكاز وبالتالي وسط مهاجمين وبالتالي مهاجمين اظن ممكن فريق الهلال قادر على ان يرجع في النتيجه لاحظنا الثلاثي كاريكا وابراهيم ساني وصدوبا قادرين على انهم ممكن في اي وقت من الاوقات يسجلون هدف وبالتالي يرجعون بنتيجه ايجابيه. نعم. كابتن نتحدث عن صور من الحلول اعطيتنا صوره هو نقل اللاعب مدثر من الجهه اليمنى الى الجهه اليسرى. العامل المهم والنظره الاهم في هذه المباراه الى خط الدفاع، الكابتن ربيع تحدث عن اضافه لاعب مدافع رابع، هل ممكن نتوقع انه يكون على حساب ربما خليفه؟ قد يكون في مجريات هذه المباراة أم أحد لاعبي الارتكاز وأنا أشعر بأنها صعبة أن يسحب أحد لاعبي الارتكاز لأدوارهم الجيدة أنا في رأيي الشخصي أداؤهم كان جيد لكن التنظيم ما كان جيد الواجبات اللي طلبت منهم أو هم ربما نحن نشاهد بعض الأحيان ونحاسب المدرب لكن اللاعبين هم نفسهم ما أدوا ما هو مطلوب منهم أنا في رأيي الشخصي لا لابد أن يستفيد من الثغرة اللي موجودة اللي هيرناني المدافع الأيمن اللي هو حيكون حذر جدا من الكرت الثاني يلعب عليه هذه نقطة واحدة الحاجة الثانية اللي لابد أن يستفيد من إدخال لاعب مهند الطاهر اللي عنده إمكانية تهديف من خارج المنطقة ما شفنا الهلال يهدف من خارج المنطقة تهديف من خارج المنطقة
مباشره ايضا في مثل هذه المباريات، حتى اذا يعني الحكم لا يعطيك فرصه، تعطي الحكم فرصه انه يفسد هدف او يفسد هجمه باللاينز مان باشاره او شيء، لابد ان تستفيد من التهديف من خارج المنطقه في مثل هذه. سنتحدث اكثر عن حلول الشوط الثاني وايضا القراءه المتوقعه للشوط الثاني، ولكن نقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود اليكم. ليز طعم لا يقاوم. ليز طعم لا يقاوم. That's why we created Football Fan Club. Being a supporter changes with Orange. Today changes with Orange. ستاندرد بانك هو البنك الأفريقي الوحيد وراء أكبر منافسات أفريقي الأندية. هكذا نتقدم لكل أفريقي الأمام.